بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. كنا في سورة المدثر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. تحدثنا في هذه الآيات وثيابك فطهر والرجز فاهجر والرجز فاهجر. قلنا هي قراءات. ايش يعني قراءات؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ احيانا بعض الالفاظ باكثر من قراءة. طبعا لها فوائد هذه القراءات، مش موضوعنا. اذا في كلمات تقرأ باكثر من طريقة. والرجز والرجز، وقلنا انه في احتمال، وهذا عليه كثير من اهل اللغة، احتمال انه هي فقط لهجة، زي مؤمنون، قلنا مؤمنون، امهاتكم امهاتكم، هي مجرد ايش؟ لهجة، لانه القرآن الكريم نزل باللغة العربية الفصحى في قبائل معروفة، قبائل محددة، مش قبيلة واحدة، كان لها لهجات ضمن اللغة العربية، لهجات ضمن اللغة العربية الفصحى. طبعا معروفة هذه القبائل اللي القرآن نزل بلهجتها، اللي هي اللغة العربية الفصحى اليوم بنسميها. إذا الرسول كان يقرأ أكثر من قراءة، الرجز والرجز. وأحيانا كثير من أهل التفسير بيخلطوا بين الرجز أو الرجز والرجس بالسين، وبقولوا أنه أحيانا الزاي والسين ممكن يتعاقبوا، يعني لأنه مرات أنو أسهل عليكم على فكرة في اللفظ، لما تقول الرجز ولا الرجس، أو مثلا الرجز، عفوا الرجز ولا الرجس، الاس أسهل، بشيك الاس أسهل. مرات بصير تحويل بهذا الشكل إذا بتلاحظوا في اللغة، زي ما بصير حتى في قضية لما بدنا نقول أنباء ثم تلفظ أنباء، لأنه أسهل أنباء، طبعا وارد هذا كلاب. نعم. وبالتالي ممكن يكون الزاي والسين تعاقبت، الرجز شو صير؟ رجس. والقرآن الكريم استخدم أو وارد في القرآن الكريم عدد المرات اللي وردت الرجز أو الرجز أو رجزا، بقدر بالضبط يبدو شفتها 10 و10، اللي هي الرجس ورجسا قد بعضهم 10 و10. لكن هو لابد من اختلاف في المعنى بين، واحنا بهمنا اليوم والرجزة والرجزة فهجر رجز. ايش هو الرجز؟ قلنا انه هناك كثير ما بيقولوا انه الرجز او الرجز هو العذاب، واحنا استشهدنا بآيتين في المرة الماضية، والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم مش عذاب من رجز أليم، رجز أليم، هاي عذاب من رجز. إذا لو كانت بتعني كلمة رجز عذاب، إيش هنا معناته؟ تحدثنا في هذا. طب إيش هو الرجز؟ وبالتالي إيش يعني والرجز فهجر؟ أولا الرجز فيه المعاني التالية. أولا الاضطراب، الاضطراب. اثنين الاضطراب المؤدي إلى شدة وضيق، شدة وضيق. وإحنا بنعرف
انه الاضطراب مثلا درجات، والشدة درجات، والضيق درجات، وذلك الرجز شو ممكن يكون؟ ايضا درجات. بدليل هون في القرآن الكريم عذاب من رجس أليم، أي أليم أضيف إيش؟ لحنا سبق قلنا عذاب من رجس أليم، عذاب من رجس أليم، قراءات متواترة عن الرسول. لما يقول أليم معناته وصف لإيش؟ للعذاب، وأليم وصف لإيش؟ للرجس. إذن كل الرجس، ولحظة هنا قلت رجس يعني بأسهل ما نقول رجس، ها؟ رجس. إذن حتى الرجز نفسه درجات. ولذلك السياق، السياق هو اللي ممكن يدلك على درجة شدة هذا الرجز، اللي هو شو هو الرجز عفوا، اللي هو الاضطراب المؤدي إلى شدة وإيش وضيق، شدة وضيق. ولذلك في قضية معركة بدر شيك، لما أنزل الله سبحانه وتعالى من السماء لا ماء، ليش أنزلوا؟ ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان. إذا معناته كانوا هم في حالة ممكن الشيطان يوسوس فيكونوا هم في حالة من الضيق والاضطراب، في حالة من الضيق والاضطراب، بس ما بنسميه عذاب، هم مش كانوا في حالة عذاب، لا الوسوسة. وتعرفوا قضية الوسوسة، وانت الانسان على فكرة بتصير الوسوسة مؤذية له اكثر واكثر لما بضعف من الداخل، او بتكون ظروفه المحيطة فيها ضيق وشدة او مصائب او كذا، بصير امكانية الوسوسة ايش اكبر. ولذلك ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان. إذن هم كانوا في حالة، في حالة من الضيق، فلما نزل هذا المطر وتطهروا استحموا مثلا ووضوا وصلاة وكذا، إذن هاي مستوى من مستويات الرجز. في المقابل مثلا لما موسى عليه السلام ذهب إلى فرعون واستكبر فرعون، ثم ضربت مصر بالقمل والجراد والدم والضفادع صارت حياة الناس ايش في مصر؟ صارت مضطربة وضيق وشدة. تصور الضفادع تكون مملية الدار وداخل المطبخ وعلى الفراش، وين ما تقيم هون الضفادع قمل مشيك دم الى اخره. طبعا هذا مش وقته تفسير، هاي سبق اشرنا الها كيف بتصير حياتهم. لذلك هم ايش قالوا لموسى؟ ادعوا لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمن. طب الرجز هون زي الرجز قبل قليل لما تكلمنا عن قضية نزول الماء، هل كانت حالة الصحابة قبل المعركة، معركة بدر، يعني من الضيق والشدة والاضطراب، زي مثلا هذا الوصف اللي بوصفه القرآن للفراعنة لما كان في حالة من الرجز؟ لا. اذا الرجز نفسه ايش اللي هو فيه؟ معنى اضطراب، الاضطراب والشدة والضيق. طيب ايش كمان مثلا في القرآن رجز في هذا؟ يلا اشوف. أيوة، فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا. بس تتوقعوا شو كان وقتها؟ رجزا من السماء، من السماء. شو بده يكون؟ بده يكون إشي شديد، شديد عذاب. هذا عذاب، بيصل لمرحلة العذاب. لذلك هو لما بوصل لدرجة العذاب، لذلك فسروا رجز العذاب. لا ما بس هو 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 أيوة، شو معنات عذاب هذه؟ متى نقول عذاب؟ بشيك إذن هو، لكن هو خلاص مؤدي إذن إلى العذاب، يعني إذن الاضطراب والضيق المؤدي إلى الشدة، توصل لدرجة بصير عذاب.
لذلك فسروا الرجز بعذاب. والرجز والرجز فهجر، والهجر واضح ترك مع عدم رجوع. الهجر ترك وقطع يعني ضد الوصل، خلاص هجره. كيف واحد يهجرها زوجها برجعش، او هي هجرته يعني، مش قضية، مش دائما هو اللي بهجر، مرات هي بتهجر بدهاش ترجع. اذا هو ترك مع عدم رجوع، ترك مع قطع علاقة، ترك مع ابتعاد، لانه اللي بهجر غالبا بيبتعد. بس الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم بالنسبة للي بده مرات يهجر لسبب موجب لا يهجر الا بالبيت، بصيرش يروح يهجر، يروح يترك الدار ويصير يبات بعيد، هذا ممنوع شرعا. بدك تهجر من اجل التأديب، لانه في منهن بيكونن شرسات، فممكن يستخدم الهجر كنوع من التأديب شوية. لا يجوز الا في البيت، ولا تهجر الا في البيت، معناته بصير مقاطعة محدودة مش بالمرة. طيب والرجز فهجر، فهجر. طب ايش يعني يهجر الرجز؟ اي شيء، اي شيء ممكن يؤدي الى اضطراب، لاحظوا الان، الى اضطراب وضيق وشدة، لانه البشر بيستطيعوا يقدروا واحيانا بيستطيعوش يقدروا، والان بنوضح. ولكن هون بدناش ننسى انه هذه بداية التكليف الرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة، بمعنى هو صح بأمر اوامر، لكن فيما بعد بيجي تفصيلات، وهذا المقصود فيه بالدرجة الاولى البشر يفهموا، البشر يفهموا انه الدين من اول لحظة جاء مشان يبعد عنكم كل شيء بيكون اساس للاضطراب الناتج عنها ضيق في الحياة وشدة. الدين جاء من اجل ايش؟ انه يبعد هذا الكلام عن البشر. اذا لما قال له والرجز فهجر، اذا وكأنه شو بقول لك، الدين جاي من اجل ايش؟ الدين جاي من اجل ابعاد والقطع مع كل شيء بيؤدي الى اضطراب حياة وشدة في وضيق في حياة البشر افراد وجماعات. جدين مشان ايش؟ يبعدهم عنه ويعمل قطع مع هذه المسائل. ولذلك لاحظوا، خلينا ناخذ شوية الان مثلا الغرب مشي في موضوع الزنا فيما يسمى عنده بالحريات. الان يتفضل يعطينا كشوفه شو نتج مجتمعات عنده الان. هذه المجتمعات سعيدة، يعني سعيدة كثير، يعني الأسرة أصبحت متينة أكثر، تم القضاء على الأمراض التناسلية. أنا سبق قلنا الأمراض التناسلية هناك بتأخذ نسب 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 إلى درجة وكأنك بتتصور إنه فيش حدا إلا مصاب بمرض جنسي. شوفوا الخيانة، بتعودوا على الخيانة. ثم الأجيال اللي بتيجي بتنولد احيانا بعيدة عن الاب، بعيدة عن الام، بعيدة عن السنين. ادرس المجتمع بتجد اكثر ما يعاني منه المجتمعات الغربية، مع انها مجتمعات غنية وفي علم وفي تكنولوجيا وفي تفاصيل يفترض انها تؤدي الى سعادة مش هيك في الحياة ورفاهية، الا انه انت اعمل احصائيات وشوفهم قديش سعداء، قديش الاسرة متينة، شو العلاقة بين الاب وابنه، قديش في ناس امراض نفسيه. انو اكثر الدكاتره يعني بيستفيدوا؟ النفسيين ولا الطب الجسدي الى اخره؟ انت بتجد انه هذه مساله واحده ادت الى اضطراب في الحياه، وضيق وشده، شده نفسيه وغيره. والاقتصاد اللي بنهار في الغرب المتقدم شو اساسه؟ ايوه، اساسه قضايا معينه هم منحرفين فيها ابتداء عن المنهج السوي، في الاخير لابد ان تؤدي الى انهيارات وضيق في الحياه. هاي اليونان، شوفوا اليونان مش عارفين منين يقطبوها، تمام، الحياه صارت مضطربه. لو بدي ابدا الان فيهن واحده في اوامر الدين وايش الدين بامر مشان يبعد البشر
عن كل ما يؤدي إلى الاضطراب والضيق والشدة في حياة الفرد أو المجتمع. ولذلك دائما تجد المؤمن السالك سلوك السالك في حياته سلوك إيجابي، دائما هادئ النفس، بينام مرتاح، مش قلق، ما فيش مفاجآت في الحياة، نزلت المصيبة صابر، كله تمام، فيش اضطراب، فيش ضيق، فيش شدة. حتى لما بتكون في ضيق في المعاش، في المعاش بتجد قوته الداخلية تجعله متماسك وغير مضطرب. لأنه الإنسان على فكرة بيهزم، بيهزم من جواها، الإنسان بيهزم من جوا. وفي ناس بتجدهم بيمتلكوا الكثير من الأموال وفقراء من جوا، فقير، لأنه الغنى الحقيقي وين؟ جوا. والفقر وين؟ برضو جوا. القناعات هي اللي على فكرة، القناعات والإيمان الحقيقي هو اللي بيعمل الحصانة. إذا السريع، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. من ضمن معانيها، من ضمن كلمة هجرة، هجرة بس هذه معناها هجرة. ولذلك الرسول لما هاجر من مكة رجع في النهاية، لكن هم مشيك، لكن هو اللي بيهاجر غالبا بيكون في ذهنه ايش؟ شيء، مش معناته بغير ايش، ممكن بيرجع، واللي بيقطع ممكن يرد يوصل، مشيك قطع، صار في علاقة قطيعة ممكن يوصل. لا، هو نزل القرآن وخاطب الرسول. لو خاطب الرسول صلى الله عليه وسلم لوحده، لو بده يخاطبه لوحده ما جعله قرآن، يموت الرسول صلى الله عليه وسلم وظل البشر تقرأه إلى يوم القيامة، مش هيك؟ إذن هو لمين؟ لمين؟ ما هل الآن رح نكتشف إنه الداعية اللي بده يدعو إلى الله، والأصل في المسلم كل المسلمين يكونوا دعاء، كل واحد حسب قدراته، كل واحد حسب مكانه، حسب الثغرة اللي هو عليها، تمام؟ إنه هاي عندك، هاي النصائح، هاي النصائح، وراح نشوف النصيحة اللي بعدها. إذن والرجز فهجر، إذن معناته هذا على فكرة صار واضح إنه هذا الدين لإيش جاي. هذا الدين جاي مشان يبعد عنا كل شيء يؤدي إلى اضطراب الحياة وشدتها وضيقها، تمام؟ والرجز فهجر، ما هو ضمن معاني على فكرة إنه مش بس بأمره والرجز فهجر، وكمان ببشر كمان، تمام؟ والرجز فهجر ولا تمنن تستكثر. هذه بيحتاجوها الآن الدعاء أو المسلمين اللي بدعوا إلى الله سبحانه وتعالى، ولا تمنن تستكثر. طبعا احنا هنا في التفسير على فكرة مش دائما بنضع أو نتكلم في احتمالات اللي تحتملها اللفظة أو الجملة. ليش؟ لأنه مرات الجمل تحتمل معاني، بس معاني بتكون أحيانا ضعيفة والسياق مش كثير بنسجم معها. وإحنا دائما الأصل إنك تختار الإشي الذي ينسجم مع السياق ويكون المعنى قوي وممكن يستفيدوا منه الناس فعلا. ولا تمنن تستكثر، لما أجي أقول طلبنا منه يدفع $1,000 فاستكثرها، شو يعني استكثرها؟ شو استكثرها؟ يعني عدها كثيرة، استعظمها كثير، إذن استكثر، وقلت استكثر، إذن إيش معنى تستكثر؟ يعني تعده كثير. نوضح، يمنون عليك أن أسلموا، يمنون عليك أن أسلموا. إيش بمنه يعني؟ دائما أنت لما تذكر، افرض أنت إنك أنت منعم وهو منعم عليه من قبلك، لما تذكره تظلك تذكر فيه بالنعمة، صاحي لما شو وين شو صار في أكلتوهن اللي هديناكم إياهن، وإن شاء الله يعني زكاة، تفاصيل أساليب كثيرة من التذكير بالنعمة. هذا شو بيسموه؟ من
وغالبا الكرامة على فكرة الكريم الكريم بينسى انه قدم ولا بذكره بينسى الكريم بينسى بذكرش اذا لما المنعم يذكر بالنعمة دائما بهذا شو بيسموها من والمن طبعا لها عدة معاني واهمها القطع القطع وسبق احنا تحدثنا عن المنون والمن وهالمسائل هاي بس الان خلينا بالمعنى هذا ولا تمنن تستكثر غالبا الواحد بمن لما بيشعر انه اعطى كثير اما اذا اعطى قليل بمن يعني واحد يعني حامل له حبتين ثلاثة طين والتقيت انت وياه واعطاك هالحبة بس هالحبة وتحدثت وراح يعني بعد سنة بيقول لك اه كيف هالحبة هو الواحد بذكر بالقليل يعني المنعم بمن بالقليل لا هو غالبا لما يكون بنظره هو انه ما قدموا ايش كثير ما قدموا كثير تلاقيه بمن وكأنه هيك من الناحية النفسية انا قدمت كثير بلكي ناسين الجماعة اني قدمت كثير لانه هو بحب يكون يظل في الصورة انه هو قدمها لانه ممكن ينسوا الجماعة انه هو قدم مقدم كثير اذا نسيوا حبة التين مش قضية نسيوا انه ماشي لكن وين تا الواحد بيصير بده يمن او دوافعه اذا ما كانش هو يعني كريم وشهم والاخري هيك ضعف الداخلي انه بده يذكر الناس مشان تظل حاضرة في ذهنهم نعمه بيبدأ يمن طيب لانه استكثر اما لو استقلها فتصوروا انتوا الان الرسول صلى الله عليه وسلم الان بده يقوم يدعو ويصبر ويصابر ويلاقي ما يلاقي ويهاجر الى اخره بيبذل وفي الاخير بنقذ مين العرب مثلا في الجزيرة العربية واهل مكة والى اخره طيب شو النصيحة بتقول له تستكثرش اي عمل قمت فيه اتجاه الناس وتمن عليهم وبالتالي صاحب اللحظة صاحب الرسالة واللي عنده اهداف سامية شو ما قدم للبشر لحظة شو ما قدم للبشر شو ما عانى ما يحكيش ولا تمنن تستكثر تمنش لانك بتستكثر الاشي اللي قدمته ولذلك في بعض الناس كنت تلاقيه عمل من اجل الوطن من اجل الوطن في منهم بتلاقيه عمل الكثير الكثير وساكت ولا بذكرك بانه عمل من اجل الوطن وفي كنه اكل له كفين من اليهود بقى مارك يعني واكل له كفين من اليهود بظل يذكر الناس فيهن شفتوا لما اليهود مرة وقفونا ساعتين فهمتوا خصوصا اصحاب المبادئ ولاحظوها والناس اللي عندهم رسالة للبشر شو ما يقدموا ما بصير انه يمن وتصور رسول بده يمن على الناس وان كان قد يستشكل بعض الناس احيانا ممكن يصير في نوع من المن اذا استدعت الحاجة فلذلك الرسول صلى الله عليه وسلم اذا بتذكروا وان كان واضح انه ما كانش المقصود فيها المن اطلاقا انه لما بدوا الرسول صلى الله عليه وسلم اعطى المهاجرين ولم يعطي الانصار فصاروا الانصار ايش شعروا في داخلهم ايش شعروا في داخلهم انه شو الرسول كأنه نسينا واحنا اللي قدمنا واحنا جمعهم لحالهم وخطب فيهم ألم آتكم ضلالا فهداكم الله به هو مش قصده من اذن والان بدي اعطيهم درس تجدوش تقريبا مثل هذه الحادثة كثير في حياة الرسول طيب ومع ذلك لاحظوا بدي تلاحظوا تمام هون
في الوقت اللي اقتضى الأمر أن يجمعهم الرسول صلى الله عليه وسلم ويعطيهم درس، كنت ضلال وهداكم الله بي، حصل ولا ما حصلش؟ قالوا حصل. طيب كنت فقراء وأغناكم الله فيه أم بلى؟ بعد ما خلص من هذا الكلام عارف شو قال لهم؟ عارف شو قال لهم؟ قال لهم ردوا علي، ردوا علي قولوا لي ما انت جيتنا مشرد واحنا اللي اويناك انت كذا. انتبهتوا كيف؟ اذا الرسول في معرض المن، هو بعد ما ذكرهم مشان ياخذ الدرس قال لهم برضو انتم بتقدروا تردوا علي، انتم بتقدروا تردوا علي وتقولوا لي ما انت جيتنا مهاجر واويناك، اذا قرايبك طردوك واحنا وانت كنت واحنا بامكانكم تقولوا كمان. طبعا تاثرت فيهم هذه هذه اذا ما دخلتش في باب المن، واضح وانعم بربي فيهم. وكمان حتى بعد ما ذكرهم قال لهم وانتوا كمان ذكروني، انتبهوها، وانت كمان ذكروني. هذا مش شغل اللي بمن، على فكرة مش شغلة اللي بمن انه يقول لك ايوه مش انا واحد اثنين ثلاث رد علي كل اللي طيب ما اعطيتك اكثر انا رد علي، هذا بمن؟ هذا بمن؟ ما احنا قلنا التقديم كله من البداية للأهمية، للأهمية. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر، تمام؟ كله تقديم مشان يركز على ما يكونش في من، لربك فاصبر ولربك، ما هي جاي كمان ولربك فاصبر. في بعض الناس او بعض كتب التفسير بيقولوا انه برضو هذا التقديم من اجل كأنه انه نوع من الحصر والحصر، وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح، مش حصر هون، هون القضية قضية أهم تقديم للأهمية، هو بده يتكلم عن المن هون، اتمنش، ولأن الواحد وانت بمن؟ لما بيقدم الكثير أو بشعر انه قدم الكثير، ايش ما تقدم إذن انت كداعية وصاحب رسالة وهدف، ايش ما تقدم؟ اتمنش. ويبدو انه المن على فكرة بيقلب الأمور، بعد ما كان والناس خلص انت اترك، انت من اجل مين بتشتغل؟ انت مع مين بتشتغل؟ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى. ولذلك قضية انه الشمال بتعلمش ما تنفق اليمين، شو المقصود؟ هو صح في احيانا اظهار عمل الخير مطلوب وإبطانه مطلوب، لكن هون احنا موضوعنا مش هيك، موضوعنا المن. ولأنه الرسول صلى الله عليه وسلم وغيره من الدعاء عبر التاريخ كله، تاريخ البشرية، لازم تكون هذه نصيحة مهمة، ويبدو إلها دور كبير في التأثير سلبا أو إيجابا. إنه أنت تمن على الناس في إيش؟ أنت ليش عملت من أجل الناس؟ لذلك الآية اللي بعدها شو إيش الآية اللي بعدها؟ ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. المصابرة من أجل مين؟ المصابرة من أجل مين؟ من أجل الرب. خلاص ما دام المصابرة من أجل الرب، شو ما قدمت من تضحيات والآخره ما تمنش فيها، لأنك أنت بدك تطلب من مين؟ ثم اللي أقدرك على هذا مين؟ ثم اللي فتح لك الابواب مين؟ ثم اللي انزل لك الرساله مين؟ ثم مش هيك؟ واللي هداك مين؟ اللي هداك مين؟ انت بتمن على الناس؟ طب اللي هداك مين؟ واللي فتح لك ابواب الهدايه مين؟ ولذلك لاحظ اذا ولا تمنن، لانك بتستكثر جهودك. تصوروا لو البشر بهذه الطريقه بيقدموا لوجه الله سبحانه وتعالى ثم بينسوا انهم قدموا. ولربك فاصبر. ممكن تكون شيخنا انه تستكثرش النتيجة، استمر. لا
هون ولا تمنن. ليش انا جبت من اولها دفعنا له 1000 دولار فاستكثرها؟ شو معنى استكثر؟ يعني عدها كثيرة، او طلب انه يكون في اشي اكثر منها استكثر. كيف؟ لانه في المفسرين بيعرضوا معنا، بس انا ابعدت عنه متعمد، انه ما تعطيش بقصد انه تعطى اكثر. هاي في باب الدعوة، يعني تعطيش بقصد انه تعطى اكثر. لانه في ناس شو بيعملوا؟ بيروحوا بيهدوا لبعض الناس اللي عارفينهم كرمة وعندهم شهامة، بتلاقيه قال ما راح هداه، وشو بتوقع؟ اكثر. هذا اكثر ما يدور حوله كثير من اهل التفسير، انه تعطيش بقصد انك تعطى اكثر. لا ما ايش معناها في هذا الباب؟ يعني هو يعني كثير ناس اللي بهالطريقة هاي، طريقة هاي انه يعني بيعطي بقصد انه يعطى اكثر، ما هذا ذاك ابعدت عنها. ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. هون لربك يعني اذا لوجه الله، صبرك ليكن لوجه الله، ومعناته ما فعلت من اعمال وقدمت من تضحيات والتفاصيل هاي كلها، هذه كلها اعمل لوجه الله سبحانه وتعالى. وهون اللي بيعمل لوجه الله مش رح يمن على حدا، مش رح يمن على حدا. ولذلك شوفوا هنا حتى في يعني من الاشياء اللي بقعوا فيها الاباء كثير، الاباء الكثير والامهات بظلهم يذكروا الابناء، انا اللي عملت لك وانا اللي عملت لك وانا هذا بيسيء كثير اولا الابن وعلاقتك فيه. انت شو قصدك في التذكير انك انت عملت لابنك؟ انت عملت له زي ما قالوا بعضهم، انت بتعمل له على فكرة، واضح ليش بتعمل انت لابنك. الله خالقك بتحبه، الله خالقك بتحبه، والله مسخرك زي ما بسخر الحصان نركبه احنا، والله مسخرك لابنك وابنتك، ما ملاحظين انتو؟ الله مسخرك وبكونش خاطر في بالك يعني اي اشي ثاني، هيك الله مسخرك. انسوا الشاذين الاباء والامهات الشاذين، انما اكثر الاباء والامهات بيقدموا ليش؟ هم فطرة الله خالقها فيك وغارسها فيك، انت بتقدم. اياك انك تبقى تذكر ابنك انت، حتى لو ظهر انه ناسي. فلذلك في بعض الاباء والامهات ولك انا اللي كبرتك، انا اللي عملتك، انا اللي كذا، شو لا ايش بتقول له؟ مشان يصير يكرهك يعني، مشان يدير باله، يجعل مدار باله، اذا كانه مش منتبه ما يديرش باله. بهيك هذا اللي بحاجه انه انت تنبهه مشان يدير باله، لا هذا بقول لك ما يعني ما هن كلهن ما مقلوها، هن اكمن لتر حليب يا اما بجيبهن. هذا اللي بحاجه انك تذكره راح يجاوبك بما هو اقبح. ولكن لا انت بتعمل انت معروف ليش عملت، خلاص ما تطلبش منه اصلا. هو تذكر ولا ما تذكرش؟ قمت بواجبك، ايوه انت قمت بواجبك. ايوه اي نعم، الانسان مطلوب منه دائما يطلب الاكثر فيما يتعلق في ابواب الخير والثواب والمسائل هاي. نعم طيب، اذا ولربك فاصبر. فاذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. لاحظوا، يا ايها المدثر قم فانذر فاذا نقر في الناقور، لانه بده ينذر. صحيح، كمان مره، يا ايها المدثر قم فانذر اذا نقر في الناقور، ولربك فاصبر فاذا نقر في الناقور. هذا كثير في القران اذا بتلاحظوا، موضوع دائما التذكير بالاخره، خصوصا لما بدعوكم للصبر بذكركم بالاخره. مثلا
قرأ الشيخ في المزمل والمزمل قبل المدثر. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. إن لدينا أنكالا، هي دخل في موضوع الآخرة، إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. لو تقرأ أنتم في الآيات اللي فيها طلب الصبر، فاصبر واصبر، اللي تقريبا أقل من 20-19 بجوز، فاصبر واصبر، تجد كثير ما يقفز إلى الآخرة. هو الآخرة، الإيمان بالآخرة هو اللي بيعطي كل شيء في الدنيا معنى. انتقيم لو أنه نزعنا مفهوم الآخرة شو بيظل في معنى لأي شيء؟ لأيش؟ لعمل الخير أو عمل الشر؟ إيش يعني؟ وأكثر الإجرام والفجور ناتج عن ضعف الإيمان الأخروي عند البشر. كل ما ضعف الإيمان الأخروي بصير فيه فجور، إلى درجة إنه بصير الإنسان ما له قيمة. في شعوب بتقتل على فكرة على دولار، على دولار. في حين إحنا لو واحد بده ينتحر ونيجي نقول له مالك، ليش بده ينط من فوق 7 طابق؟ بكون فقير، يا ناس تعالوا اجمعوا له، نجمع له ونقول له هاي 10,000 دولار بس انزل. في بلاد ثانية بقلت لك على دولار. ليش بكون الانسان ما له قيمة؟ تتطلع بتجد فيش مفهوم اخروي، مش مربيين على المفهوم الاخروي. والسرقة برضو، والعصابات برضو، وحتى قتل الأبناء 20% 25 من 20-25%. سبق مرة أعطيناكم إحصائية في الولايات المتحدة من الأطفال الرضع اللي بقتلهم الأب والأم عمدا، الأب والأم عمدا. هذه إحنا هم نستوعبهاش، الأطفال الرضع من 20-25% في الولايات المتحدة بيكون القاتل الأب أو الأم عمدا. طبعا بده يخلص، شو بده يخلص؟ بده يشوف حياته جننها الولد، ايش بدها فيه، ليش ترتبط يعني الى اخره. فيش مفهوم اخروي، مش مربين. وبالتالي كثير القرآن بيركز على المفهوم الاخروي، لانه هو اللي بيعطي معنى كل شيء. حتى لما بقول لك اصبر، طب اصبر ايش؟ ممكن اصبر واقتل في النهاية، ممكن اصبر واقتل. طيب ما مفهوم، ما هو معطيك الافق، ما هو الافق مش الدنيا. ما هو اما والله لو كل ما قدم الإنسان في سبيل الله على طول بلاقي الثواب، على طول بلاقي الثواب دائما، أنا بده ينكر وقتها وأنا بده يكفر. وكيف هاي دار اختبار؟ كيف بدها تكون دار اختبار؟ هاي صفة دار ثواب. إذا كل واحد بده يعمل خير أو يضحي أو يبذل جهد أو يلاقي فورا، يعني بتغبش كثير حتى لو هيك. إذا كيف هذا اختبار؟ أنا اللي وقتها بده يشذ، أنا بده شيء ذوي. كيف بدها تكون اختبار وابتلاء هاي؟ ولذلك إذا بتلاحظ تجدوا منوع المسألة، ممكن ناس يضحوا ويموتوا وهم بيضحوا، ويبدو لك الأول إنه ما كسبش إشي هذا، مع إنه دير بالك حتى اللي بيضحي في الدنيا هو بعد ما يروح كمان ممكن فوائدها على شعبه وعلى أمته يكون كثير ماشي. لكن هو، طب هو أنا ما بحب ذاته الواحد، مش هيك؟ فبالتالي في تركيز كثير على الجانب الأخروي. ومن هون لما جاء الرسول يا أيها المدثر قم فأنذر، طيب بده ينذر إيش؟ أهم ما بده ينذره الإشي الأخروي. ثم ولربك فاصبر، طيب شو بصير؟ فإذا نقر في الناقور، وهذه عجيبة لأول مرة تستخدم في القرآن وآخر مرة، مش هيك؟ لأنه احنا متعودين النفخ في الصور، مش هيك؟ النفخ في الصور، لكن هون النقر في الناقور، النقر في الناقور. فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. واضح طبعا انه تفسير المفسرين انه نقر في الناقور اللي هو النفخ في الصور. لاحظ عبر، إذا عبر نفخ في الصور، نفخ في الصور، وكان لازم إحنا
بعض كتب التفسير قصدي دروس تفسير، بلكي نيجي لموضوع الصور وليش سمي صور وهذه المسائل والنفخ فيه، بس خلينا هنا. اذا كان لازم يكون في تصور واضح عن الصور والنفخ في الصور، لكن خلينا الان هون على وجه الصور عن في قضية فاذا نقر في الناقور اللي هو نفخ الصور. ليش هنا استخدم نقر في الناقور؟ اولا النقر حتى نوضح معناه خلينا ناخذ منقار الطائر. الطائر لما بنقر اولا فيه قرع للشيء اللي بنقره، بقرعه وبيطلع صوت، وبيطلع ايش؟ صوت في النقر. شو اسمه هذا النقار الخشب برضو؟ نقار الخشب. نقار الخشب كيف بيكون صوته للي فيكم؟ هو ينقر 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 ينقر. اذن هو بقرع بمنقار، لذلك سمي منقار لانه هو بقرع فيه وبيطلع صوت، بيطلع صوت. فالنقر في النهاية صفى، لاحظوا المعاني التالية في موضوع النقر، ومنهم منقار الطائر اللي بنقر فيه. انتم ما بتلاحظوا اولا انه احنا بنستخدم مرات النقر، كيف اللي بنقر صلاته نقر معناته هون ايش؟ سريع، اذا في سرعة، مش هيك بنقول بنقر صلاته نقر، شو يعني بنقرها نقر؟ سريعة. طب ما لاحظتوا اللي بصيب الهدف مرات مثلا هذا اللي شو بسموهم اللي بالقناصة ممكن يصوب وينقره، شو يعني ينقره؟ احنا بنقولها ولا بنقولهاش؟ نقره يعني اصاب الهدف بدقة، نقره. فيه معنى اصابة الهدف، فيه معنى السرعة، نقر سرعة، لانه نقر الطائر بيكون ايش؟ سريع. وفيه الصوت، وفيه صوت النقر، فيه صوت. هذه اشياء ثلاثة. في رابعة مش بدعي اخوض فيها، احيانا فيه معنى الدعوة، بس هذه بيستخدموها الناس كثير. اذا لاحظوا صار عندي النقر مرات نستخدمه في السرعة، في اصابة الهدف، في الصوت. كيف لما فلان بنقر على فلان، لما بصير يحكي عليه بنكر عليه، بشيك ليش بتظلك تنكر؟ لانه بظلوا صوت وسرعة وقرع واصابة هدف. وكأنه هون سمي الناقور وفق وظيفته. كيف لما نسمي احنا نقول منشار لانه بنشر، بشك منشار، والناقور لانه بنقر. اذا لما يتم النفخ في الصور فيه اولا عملية قرع لكل الكائنات، قرع، صوت هائل، لحظة، سرعة استحضار دعوة، لانه قلت لكم من معانيها ايش؟ الدعوة، سرعة الاستحضار. فاذا نقر في الناقور واصابة الهدف، كل الكائنات بوصلها. لحظة، يعني مش كلنا من ضمنها اصابة الهدف؟ اصابة الهدف. فاذا معناته الصوت هذا اللي بيخرج يوم القيامة لما ينفخ في الصور فيه سرعة، فيه صوت ضخم يقرع كل الكائنات، يصيب كل الكائنات، يدعو كل الكائنات. وهذه غالبا هي نفخة ايش؟ البعث، مش نفخة الصعق. مش هو ينفخ في الصور فيصعق كل من ثم ينفخ مرة اخرى فاذا هم قيام ينظرون، مش هيك؟ طيب ايش اني من هنا؟ هاي الناقور الثانية. ليش؟ لانه فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. لانه لو كانت القضية قضية الصوت اللي بيصعق، هذا بيصعق الكل وخلاص ما هو صعقه. وين اليوم العسير؟ وين اليوم العسير اللي فيش فيه يسر على الكافرين؟ اذا هذه غالي النفخة الثانية. اذا النفخة الثانية في الصور هي ليش سمي نقر
فإذا نقر بأي وسيلة ينقر في الناقور وسمي باسم إيش؟ وظيفته. كثير أشياء تسمى وفق الوظيفة، وظيفتها بشك، وظيفتها النقر. الآن نقر إيش يعني؟ تصويت، قرع الكائنات، سرعة قرعها، سرعة استدعائها، تمام؟ لأنه في استدعاء، سرعة استدعاء، وكلهم أصيبوا، كلهم أخذوا. إذن من هنا جاء التعبير فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير. هو يوم عسير، ولكن على ما يبدو، على ما يبدو إن عسر ويسر، إذا في يسر، عسر ويسر متعلق بالأعمال. قد ما تكون أعماله، لاحظوا، صالحة معناته يسير. لما بنسمع في القرآن الكريم أو في الأحاديث الشريفة وصف، وصف لأهوال يوم القيامة، انتبهوا، هذه الأهوال مش لكل الناس، حسب العمل. الأهوال حسب العمل، والإحساس بالزمان وقتها حسب العمل، والإحساب إحساس بما حوله حسب العمل، حسب، أيوة، حسب الأعمال والدرجات يكون الإحساس بالموقف وضخامته والرعب اللي بيكون منشر. لذلك أهل الإيمان تتلقاهم الملائكة، تصور الملائكة تسخر لتهدئة ناس بعينهم، وفي ناس إيش؟ يبعثوا آمنين، يبعثوا آمنين. إذن في ناس يهبوا الأمن، الشعور بضخامة الموقف والأهوال حسب الأعمال، حسب الأعمال. ولذلك ممكن بعض الناس، ممكن بعض الناس الهول اللي رح يشوفه في الموقف، الهول اللي رح يشوفه في الموقف وطول الموقف وما يلاقي من رعب بيكون كافي، بيقولوا له انت ألقيت على الجنة، خلصنا، بكفيك خوفتك. هذا بيكون يعني، لأنه في منهم الناس أشكال، في منهم الناس بيدفعوا الثمن في الدنيا فبيطلعوا منها طاهرين، وفي منهم بيدفعها في البرزخ برضو بيبعث طاهر بالبرزخ، يبعث طاهر. وفي ممكن أهوال الموقف الطهر لحالها، أهوال الموقف. لما الرسول يقول اللهم سلم سلم، خايف على أمته، على أمته، مش هيك؟ ما هو مهموم بأمته. طيب، فبالتالي إذن فإذا نقر في الناقور، لاحظوا، إذن في سرعة وفي صوت، وهذا الصوت هائل بقدر إيش؟ بقدر الأعمال، يعني هذا بخفف أو وفيه إصابة الأهداف كلها، وفيه سرعة التناول والدعوة. فإذا ولأنه لاحظوا أنت لما بنقر الطائر الحبة بتناولها بإيش؟ بسرعة، بسرعة. فإذا نقر في الناقور، تصوروا كل الناس بينقروا، تصوروا الناس حب قمح ونقر واحد كلهم، فإذا نقر في الناقور، لأنه الناس تتراب، ممكن التشبيه برضه. أما هو القرآن عبر على كل بأكثر من طريقة، بأكثر من طريقة، مثلا وإذا القبور بعثرت مثلا، وشو معنى قبور؟ سبق قلنا إيش قبر يعني، ما هو القبر قبرين، في قبر الجسد وفي قبر النفس، تمام؟ فهون لذلك هم غالبا بعض الناس قال الجدث هو قبر الجسد، الجدث قبر الجسد. طيب الآن فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير، معناته على المؤمنين إيش ممكن؟ بشك على الكافرين غير يسير. وأنا بستغرب من بعض الناس وهم يفسروا، كن قالوا فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين. طب ليش؟ طب ما هي آية، فذلك يومئذ يوم عسير، هي آية على الكافرين غير يسير، آية ثانية
على الكافرين غير يسير. ليش؟ لأنه حتى العسير ممكن يكون فيه شوية يسر من جهات ثانية، لأنه بعض الناس ممكن يقول لك طب ليش ما كانت كفت لحاجة إنه يوم عسير؟ هو اليوم عسير، تصوروا يكون يوم شديد الحر درجة حرارة 60، هذا يوم عسير بس في مكيفات، هاي يسير من جهة ثانية مش هيك؟ يوم درجة حرارة 60 وفي شوية شجر، هاي اجت يسير من هون. يوم عسير وفي شوية مي بنغطس فيها، هاي يسير من جهة ثانية بس هو اليوم عسير. لا عسير وفيش فيه تيسير، فيش تخفيضات. يوم عسير على الكافرين غير يسير، معناته على غيرهم ايش؟ يسير. واحنا قلنا يسير ليش؟ لانه صحيح عسير اليوم، لكن في مثلا لما تأتي الملائكة وتتلقاهم للمؤمنين تخافوش تحزنوش، وفي يأتي آمنا يوم القيامة مش في؟ أيوة نحن أولياؤكم، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وهم من فزع يومئذ آمنون، من فزع يومئذ آمنون. طب ليش آمنين بالكم من الفزع؟ ليش آمنين من الفزع هم؟ لما نسمع أو نقرأ أحاديث أحيانا مرعبة في موضوع أهوال يوم القيامة قبل العذاب وقبل الثواب، ما يظنوش الناس انه هذا الناس تتساوى فيها، الناس لا تتساوى ولا ايش؟ وفق الاعمال، يعني بقدر ما بتقدر تسهل اليوم سهل، قد ما بتقدر تسهل اليوم سهل، واذا بدك تتعامل يعني شوي شوي في التسهيل برضو بتلاقي تندم على قضية انه انا باقي، اذا باقي قادر باقي قادر اسهل انا قد ما بدي. ها؟ هون مطلوب يستكثر. ها؟ إذن فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا. طيب ذرني ومن خلقت وحيدا. على فكرة هذا الفعل انتوا اذا بتكون في المعجم تطلعوا الكلمات المشتقة او الها علاقة ب مثلا يذر وذر، ذرني في المعجم بتروحوا لوين؟ يلا اشوف في المعجم بنروح لايه؟ لا لوين بنروح في المعجم؟ كيف؟ أيوة عم بقول فعل ماضي وذر، هو بقول أما قوله وذر صح، إنك تروح على المعجم على وذر صح، بس ما هوش هذا هو الفعل اللي أماتته العرب. فيش عند العرب فعل ماضي، في أمر ومضارع، يعني ويذرهم ذرني فيش ماضي إله هذا الفعل. نيح يا شيخ؟ إذا وذر فعلا لما بدك تروح على المعجم وين بتروح؟ المعجم بتروح لوذر، ولكن فيش ماضي، ومش بس فيش ماضي ويبدو ما فيش كمان نقول مصدر، يعني فيش اشي اسمه الوذر، يعني في ترك وترك في الماضي اترك ويترك والترك، هاي المصدر ترك في الماضي اترك يترك تركا الترك. اما هون فيش الا شو معنات اماتة العرب؟ يبدو انه كاين فيه بس ما عادتش العرب تستخدمه. اذا هذا ليس هناك فعل في الماضي وذرة فيش، بس لما بدك تروح للمعجم وين بتروح؟ لوذرة، بتروح لوذرة.
وفيش مصدر وذر، مش هيك؟ يعني مثلا هل يصح لغة أقول وذرته؟ لا، بتقول تركته، بتقول تركته، بتقولش في الماضي وذرته، تمام؟ بتقول بدل وذرته تركته. إذا شو ماضي، شو الماضي من هذا الفعل؟ الماضي ترك، تركته. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا. طبعا أكثر كتب التفسير على أنه هون بالذات، الآن لاحظوا في شخصية كانت في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه الشخصية ممكن تتكرر عبر الأجيال في كل عصر من العصور، ولذلك بتشوفوها، انتوا راح تشوفوها في كل العصور. هذا في زمن الرسول كان في واحدة، في واحدة متفردة، شخصية متفردة، الوليد بن المغيرة، أبو له خالد بن الوليد، الوليد بن المغيرة أبو له خالد بن الوليد، كان شخص متفرد، تمام؟ وحيد عصره، وحيد عصره. بدنا نشوف وحيد عصره هذا، بدنا نشوف وحيد عصره شو كان، شو كان، شو موقفه. طب ليش بيستعرض مثل موقف هذا الرجل؟ لأنه هذه الشخصية تتكرر في كل العصور، تتكرر في كل العصور، ولذلك هي درس. هذه قلنا من أوائل ما نزل في الرسالة، وبالتالي الأصل المسلم، المسلم بحاجة إلى إنه هذه الأمور يفهمها تماما حتى يفهم واقعه، يفهم واقعه، ما يعودش ييأس ويبقى مطمئن للمستقبل. تصوروا هذه من أوائل، هذه وغيرها من أوائل ما نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم من أول يوم. انتبهوا الآن، من أول يوم كنت تقرأ القرآن، من أول يوم كنت عارف إنه إنه هذه الرسالة بدها تتم، وإنه الإسلام بده ينتصر انتصار ساحق. من أول يوم، من أول يوم الكلام كان واضح. وهذا من دلائل على فكرة اللي ممكن نقيموا فيها الحجة على البشر، إنه محمد رسول. الرسول صلى الله عليه وسلم من أول آيات، من أول صور، من أول صور يكون الكلام واثق، وبيعطيك النتيجة وبيعطيك المآلات. ثم تجد الناس اليوم اللي ما بدرسوا ولا بيعرفوا وين رايح التاريخ، بظنوا انه الدين مش راح ينتصر، وانه مستقبلنا اسود وهو راح يكون ابيض. في ناس بظنوا اسود وهو ابيض قادم. بلكي مثل هذه الآيات بتوضح مثل هذا الواقع اللي بنعيش فيه احنا. نكمل ان شاء الله، واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم.